بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حقوقنا. كل عام وأنتم بخير، ألتقيكم مجددا بعد عيد الفطر المبارك في هذه الحلقة التي أتحدث فيها مع ضيفي الكريم عن الدعوة الجزائية. تعلمون أنه بعد وقوع أي جريمة من الجرائم تنشأ مجموعة من الحقوق، سواء كانت حقوقا عامة أو حقوقا خاصة. للوصول إلى هذه الحقوق لا بد من السير في الدعوة الجنائية. ما المقصود بالدعوة الجنائية وما أنواعها؟ وما خصائص هذه الدعوة التي تميزها عن بقية الدعاوي؟ ما الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين أو المقيمين عندما يطالبون بحقوقهم فيما يتعلق بتحديد الجهات المختصة أو الإجراءات المتبعة في المطالبة بهذه الحقوق؟ للحديث عن الدعوة الجنائية في النظام الإجرائي الجزائي في المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك بعض النصوص الشرعية، أستضيف لكم سعادة المحاضر عبد الله بن متعب بن رغيب، وهو المتخصص في العدالة الجنائية. في بداية اللقاء أشرف بالترحيب به نيابة عنكم، فأهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، أشكر قناة المجد وأشكرك أستاذ معمر على هذه الاستضافة، وأتمنى أن نضيف العلم القانوني والشرعي لإخواني المشاهدين. مشاهدي الكرام، أكرر ترحيبي بكم، أرحب بتواصلكم مع هذه الحلقة من خلال أرقام الهواتف. يمكن أن تطرحوا ما لديكم من تساؤلات حول تحديد الجهات المختصة والإجراءات المتبعة في الدعاوى المترتبة على الجرائم في المملكة العربية السعودية. قبل ذلك اسمحوا لي بذكر شذرات من سيرة ضيفنا الكريم. ضيفنا الكريم باحث في مرحلة الدكتوراه في العدالة الجنائية من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، حاصل على الماجستير في العدالة الجنائية من الجامعة ذاتها، عامل وما زال موظفا حكوميا منذ العام 12 بعد 400 والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومحاضرا من عام 18 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قام بالتدريب في العديد من المراكز التدريبية المتخصصة في التدريب القانوني، حضر العديد من الدورات داخل المملكة وخارجها، شارك في مجموعة من المؤتمرات، له برامج تدريبية متخصصة في الإجراءات الجزائية أو الجنائية في المملكة العربية السعودية. لضيفنا الكريم مجموعة من البحوث، من أهمها موقف الشريعة الإسلامية من الإشاعة في السلم والحرب، وهو موضوع رسالة الماجستير، حق الإنسان في الحصول على المعلومة، حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سيرة ذاتية، الشريعة الإسلامية والبطلان في العمل الإجرائي. إذن الدعوة الجزائية في المملكة العربية السعودية هو عنواننا. أكرر ترحيبي بضيفنا مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمد الله على نعمة الإسلام، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الدين العظيم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الشريعة الإسلامية هي نهج الله القويم وهي النهج المبين. أسأل الله العلي العظيم أن يوفق جميع البلدان الإسلامية لتطبيق هذه الشريعة الإسلامية كما هي مطبقة ولله الحمد في مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. وسوف بإذن الله تعالى نوضح جانب في هذه الحلقة من جوانب الجوانب النيرة في هذه الشريعة الإسلامية، وهو النظام الجزائي. طيب أستاذ، انطلاقا من هذه المقدمة الجميلة، قبل أن ندخل إلى الدعوة الجزائية، لا شك أن الأنظمة الجنائية موجودة في جميع دول العالم. ما يميز المملكة العربية السعودية وبعض الدول الإسلامية، وإن شاء الله يكون في يعني التغير إلى الأفضل، هو وجود جانب كبير من النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية مقتبس من الشريعة الإسلامية. إذا سمحت لي في بداية الحلقة وفي دقائق يسيرة أن نعطي فكرة سريعة عن النظام الجنائي السعودي. النظام الجنائي السعودي أو التشريع الجنائي الإسلامي سمي عندنا في المملكة العربية السعودية بالنظام الجزائي السعودي، وخص المملكة العربية السعودية طبعا مسماه في الدول الأخرى القانون الجنائي، وهو فرع من القانون العام لدى الدول الأخرى. طيب، بالنسبة للنظام الجزائي السعودي عبارة عن العقوبات التي المقررة. طيب، وهو عبارة عن شقين: الشق الموضوعي وهو ما يخص العقوبات، مجموعة العقوبات من موجبات الحدود والقصاص والتعزير، أي هي العقوبات التي تقررها الدولة على من يخالف الشرع أو النظام. إذن الجانب الموضوعي مجموعة نصوص تبين الجريمة والعقوبة فقط. طيب، نجي للجانب الشكلي. الجانب الشكلي هو مجموعة من القواعد والوسائل والإجراءات التي يتوصل بها
إلى كشف غموض الجريمة ومن ثم الحكم أو الإدانة على سواء الحكم بالبراءة أو الإدانة للمتهم. لو أخذنا مثال للشكلي نجد أن نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية. إذن عندما في الآية الكريمة والسارق والسارقة فقطع أيديهما جريمة وعقوبة، هذا جانب موضوعي. نعم. لكن القبض على السارق والتحقيق معه ومحاكمته، نعم، هذه هي الإجراءات، هذا الجانب الشكلي. يكون الجانب الشكلي. لو أخذنا الموضوعين حدد في الحدود كلها. ممتاز. الحدود السبعة المذكورة حدد. لورود النصوص الشرعية. لورود النصوص أو القصاص أو التعزير. جيد. وسوف إن شاء الله نوضح فيما بعد. طيب خليني أخرج من النظام الجنائي بمفهوم واسع إلى ما يسبق الدعوى الجنائية وهو الجريمة. أحيانا الجريمة الدعوى الجنائية تكون مترتبة على نوعية هذه الجريمة، تعريف بسيط للجريمة، أركانها، تقسيماتها سواء في الشريعة الإسلامية أو حتى في بعض القوانين الوضعية. نعم. بالنسبة للجريمة، لو أخذنا تعريف الجريمة، وهذا التعريف ورد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، محذورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير. لو بسطنا الموضوع كله نقول عبارة عن فعل أو امتناع عن فعل محرم في الشرع أو في النظام. هذا بالنسبة كتعريف للجريمة. بالنسبة لو أخذنا أركان الجريمة، وهذا المهم صراحة، وأتمنى يعني أن نحاول، وعنه والله الوقت ضيق، لكن بالنسبة لكل جريمة لابد لها من أركانها، لا تقوم الجريمة حتى تتم أركانها الثلاثة. الركن الشرعي أو ما يسمى عند القانون، يسمى عند القانونيين، وهو عبارة عن النص، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي. هذا هو الركن القانوني. إذا لا تقوم جريمة حتى ينص عليها في الشرع أو في الأنظمة التي يضعها ولي الأمر. خليني أقف مع هذا الركن. عندما تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذه قاعدة قانونية، وقبل ذلك أيضا في نصوص شرعية، تمام؟ نعم. احيانا في دوائر الضبط الجنائي، في دوائر التحقيق الجنائي، احيانا يتهم المواطن بافعال ليست مجرمه، هل يعتبر هنا الركن ساقط وبالتالي لا تقوم الجريمه؟ لابد ان يكون هناك نص شرعي او نظامي. ايوه، يجرم هذا الفعل. طيب يجرم هذا الفعل، هذا لابد. بعدها نجي للركن المادي. والركن المادي هو عباره عن كل جريمه لها فاعل، طبعا هذا الفعل لابد يكون له نتيجه. صحيح. ولا بد يكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة. صحيح. هذا يسمى الركن المادي. طيب. نجي للركن الثالث اللي هو الركن المعنوي، ويسمى في بلدان أخرى الركن الأدبي. طيب. وهو عبارة عن القصد الجنائي. الجنائي. صحيح. والركن المادي لا يقوم إلا يقوم على الإرادة والعلم. فلا بد أن يكون عالما للتجريم ومريدا وقاصدا. صحيح. لهذا الفعل. صحيح. طبعا يدخل فيها العمد وغير العمد، بالإضافة إلى بعض الجرائم التي تشترط مثلا قصدا جنائيا خاصا، يمكن يكون هذا. نعم لو طبعا لابد كل جريمة لها حيثياتها، سواء لابد يكون فيها تفصيلات معينة لكل جريمة. شيخ عبد الله، خلينا أشير هنا إلى قضية من الواقع العملي الآن. نعم. بعض المواطنين يعني عنده هذه المعلومة، الركن المعنوي، لكنها ترد في عبارات أسئلة مباشرة، هل كنت قاصد؟ إيش قصدك؟ هل قصدت؟ نعم. هذا الضرر؟ نعم. يكون هذا تعبير. نعم. عن الركن. نعم. المعنوي. نعم. نعم. طيب في الأركان بقي في شيء؟ طبعا هذه ما يخص الأركان. لو تكلمنا عن التجريم ومقاصد الشريعة الإسلامية، وهذه قد نختصر الموضوع فيها قليلا، هي عبارة، مقاصد الشريعة الإسلامية عبارة عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فلو سألنا ما هي الضروريات؟ أيوة. الضروريات هي عبارة عن الضروريات الخمس التي شرعها الله سبحانه وتعالى وحفظها الله سبحانه وتعالى من جانب العدم ومن جانب من الجانب الوجود ومن جانب العدم. فلو جينا طبعا احنا بنركز على جانب العدم، لان جانب الوجود يطول فيها المجال. صحيح. الضروريات الخمسه هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال. ايوه. الضروريات هذه بحفظها ينحفظ امن المجتمع وسلامته، ولذلك شرعت لها العقوبات. كل حد تجده يحفظ ضروري من هذه الضروريات الخمس. إذن العقوبات الواردة غالبا حماية لمقصد. نعم. من هذه المقاصد. نعم. يعني لو أخذنا الحفظ تجد كلها. صح. عبارة عن القدر، يحفظ النفس مثلا. نعم. نعم. العرض مثلا. قوة الزنا. لو جينا للمقصد الثاني اللي هو عبارة عن الحاجيات. أيوة. وهذه يدخل فيها كل ما يرفع الحرج والمشقة عن المسلمين. مه. ولو جينا للمقصد الثالث اللي هو عبارة عن التحسينيات، ما يشمله من الآداب. طيب. وما تقتضيه المروءة في ذلك. فهذه المقاصد بمجملها هي حفظ المجتمع، حفظ لأمن المجتمع، حفظ لسلامة المجتمع. فنجد أن الضروريات شرعت لها عقوبات. أيوة. وحدود قوية، وهي ما يعرف بالحدود السبعة. صحيح. اللي ذكرناها. بالنسبة للحاجيات شرع فيها الرخص لتخفيف المشقة عن الناس. أيضا التحسينيات فيها الأداب
وكل ما تقتضيها المروءة كلها لحفظ المجتمع. فهذه المقاصد تعطي مجتمع مسلم سليم من الجريمة. أستاذ عبد الله، واضح أن الجريمة متطورة خاصة مع وسائل التقنية الجديدة. نعم. عندما تنشأ جرائم مستحدثة ويكون هناك إخلال بهذه المقاصد التي ذكرتها، إيش المستند الشرعي لولي الأمر في أي دولة أن يسن مثل هذه النصوص لملاحقة هذه الجرائم؟ جرائم المستحدثة، ولو لاحظت في الفترة الأخيرة كذا نظام صدر من 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 ولي الأمر كلها لحفظ أمن المجتمع. فولي الأمر معني به إصدار العقوبات التي تحفظ أمن المجتمع، ولكن محكوم في إطار الشريعة الإسلامية وبكل ما تقتضيه مصلحة المجتمع من حفظ المجتمع، وأيضا كل ما تقتضيه دفع المفاسد في المجتمع. فهو الإطار الرئيسي المصلحة العامة للتجريب في هذه. طيب تسمح لي أنطلق من هذه الرسائل السريعة، وأنا أعلم أن الموضوعات هذه طويلة جدا، إلى الدعوة الجنائية. الملاحظ في نظام الإجراءات أنه صار على نهج كل القوانين الوضعية في عدم تعريف الدعوة، هل تؤيد أن الأنظمة تبتعد عن التعريفات؟ هو لا شك أن لا يمنع أن يستفاد من بعض الأنظمة أو بعض القوانين فالشيء الذي لا يخالف الشرع. صحيح. فلا يمنع الاستفادة من الشيء، فالشرائع الأخرى تختلف في بعض الجوانب لكنه تتفق في بعض الجوانب. فلو جينا للدعوة، فالدعوة تعريفها مثلا لو بدينا في تعريفها نقول في اللغة هو الطلب والتمني، وفي الشرع عبارة عن قول مقبول لدى القاضي يدعي الشخص، شخص يقول لدى القاضي في مجلس القضاء يدعي على شخص آخر حق له ويطلب بهذا الحق. فهذه الدعوة عبارة عن طلب حق الشخص، يطلب حقه أو يزعم أن هذا الحق له ويطالب بهذا الحق. لو أخذنا تعريفها بشكل أبسط، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يده، في يد غيره أو في ذمته. ممتاز. فهذه الدعوة بمجملها وتعريفها. طبعا ندخل إلى قبل ندخل، عندما نسمع الآن كثيرا يقول لك مثلا دعوة عامة ترفع في الجهة الفلانية ودعوة خاصة بالمواطن، إيش معيار التفرقة بين النوعين؟ طبعا بحاول أوضح أقسام الدعوة في سواء في الشرع هي عبارة عن دعوة تهمة ودعوة غير تهمة. لو أخذناها مثلا في القوانين الوضعية عبارة عن الدعوة المدنية والدعوة الجنائية والدعوة المدنية. لو أخذناها في النظام السعودي هي عبارة عن الدعوة الجزائية العامة والدعوة الجزائية الخاصة. الدعوة الجنائية العامة تخص الحق العام ويدخل فيها كل ما هو حق لله سبحانه وتعالى. الدعوة الجنائية، إذا سمحت نحتاج قدر الإمكان إلى الأمثلة. الدعوة الجنائية خاصة بالحق العام اللي تكون جرائم. نعم، حقا لله أو للمجتمع. حقا لله والمجتمع، ومعني بها الادعاء العام. ممتاز. وإقامتها تأتي من رجال الضبط أو من أي جهة معينة لحفظ أمن المجتمع. كالحدود مثلا. كالحدود. كان في بعضها في خلاف. طبعا في خلاف، القصاص مثلا والقذف هذا يعتبر حق خاص. نعم. ولكن الحقوق بالحق الخاص هي عبارة عن المطالبات المالية، العقود، المبايعات، هذه كلها حقوق خاصة يدخل فيها الطلب بالحق الخاص. طيب لو فصلنا في الموضوع، ما أدري إذا كان في إمكانية أن نفصل. أكيد نريد أن نفصل، بس تسمح لي في اتصال من أختنا نورة من الخارج. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي نورة، اسمعينا من الهاتف كرما. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أولا أحييك أستاذ المعمر وأحيي ضيفك الكريم. تفضلي. أستاذ المعمر لو سمحت أنا بقول لكم، أخي أسوأ كان يدرس كلية المجتمع في الأسلاك. طيب. وكان أخوي ما أخذ لك شقة طبعا سكنية سكن فيها حسن عزابي، فأخوي من الأفلاج وخلت الجمعة يبدأ لنا دخل. طيب. فحصل فترة ضياع بأخوي حتى هناك خطوة على الشقة. ايوه. دبر الاخوه قال ان شقها مكسرين الباب ومخلين الاملاك اللي فيها التلفزيون والثلاجه وكذا. طيب. راح لهم اخوي مباشره، قال اخوي حصلت ولا شيء، عرفت مين؟ قالوا لا، لان البصمات انتهت بعد 24 ساعه. طيب. اي نظام هذا يقتل؟ يعني عندكم في النظام الامريكي الشرطه الامريكيه يعني يطلعون البصمات لو كان بعد 20 سنه. أيوة. يعني هذا يعني حكومه دوله معروفه. يعني انت عندك اشكاليه عن انتهت البصمات؟ يعني عندك اشكاليه الان في فوات البصمات خلال 24 ساعه وعدم الوصول الى المجرم الحقيقي، هذه واضحه. في سؤال اخر نوره؟ في سؤال اخر؟ ابد. بس معلش استاذ المعمر الله يحفظك، ليش تستضيفون وزير التربيه والتعليم العالي؟
طيب. لا محتاجين احنا طالبين طلاب وطالبات الجامعات مضطهدين، حقوقنا مضطهده. هذه دعوه له ان شاء الله ان يكون في تنسيق. اذا سمحت لي نجيب مباشره او نكمل موضوعنا ونخصص وقت للاسئله. خلينا نجيب مباشره بحكم انه سؤال يعني طبعا. واضح جدا. ايوه. هي تسال انه لماذا يعني البصمات او من بلغها مثلا جهه الضبط او اكيد انها جهه الضبط، يقول بصمات ما لقينا خلال 24 ساعه. رغم التقنية الموجودة، رغم أقسام الأدلة الجنائية الموجودة اللي تصرف عليها. أنا ما أدري عن الوضع الحاصل، لكنه بالعكس أنا أشوف أنه رجال الضبط الجنائي المجتهدين عندنا قد ما يبذلون الجهد في كشف غموض الجريمة، لكن جريمتها بالضبط إيش ممارساتها أو من بلغها بالشيء هذا، لكن يفترض أنه تباع. من حق أي مواطن يقيم الدعوة، من حقه أن يحصل على حق، هذا حق شخصي وانتهاك لحرمة سكنه ومنزله. وممكن ارتكبت بطريقة لم تترك بصمات، سنكونوا يعني منصفين. لكن لابد أنه رجال الضبط يبذلون الجهد في كشف غموض الجريمة والوصول إلى الجاني قدر استطاعوا. لكن أنا وأنا متأكد أنه ولله الحمد لم يسجل عندنا، قليل الحالات اللي تسجل عندنا أنه لا يوجد فيها، بل بالعكس ضد مجهول قليل جدا، يعني ضد مجهول تجد أنه مهما كان يعني لابد فيه جهد من رجال الضبط في الوصول إلى الفاعل مهما كان. طيب أنت لازم تفرق بين الدعوة الجنائية العامة والخاصة. نعم. في الموضوع مثلا تقصد التفريق بالنسبة للدعوة الجنائية العامة. أيوة. وهذه ما يخص المطالبة بالحق العام. أيوة. وهذه عبارة ما زي ما ذكرنا أغلب الحدود وكل جريمة ممتاز. كل جريمة تقع يكون هناك فيه إقامة دعوة من قبل رجال الضبط الجنائي وصولا إلى دخولها حيز المحكمة ورايح نفصل في عملية الدعوة. طيب. فما طبعا الدعوة لما تحصل، أي جريمة تحصل أو مسرح الجريمة، ولا نخليها لنبدأ في سير الدعوة. تفضل. بقى عندنا شيء في التفريق. بالنسبة للدعوة الجنائية الخاصة قلنا هي عبارة عن مطالبات بالحق الخاص، وهذه نقطة مهمة أبغى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة يعرفونها، أن المطالبة بالحق الخاص يذهب إلى المحاكم، يذهب إلى المحكمة اللي تخص المدعى عليه. ممتاز. أقرب محكمة تخص المدعى عليه يوجه، يذهب إلى المحكمة، ومن ثم عبارة عن إجراءات معينة بصحيفة الدعوة يصل إلى تحريك الدعوة الخاصة. طيب. ضد من يدعي. ألا تلاحظ أن المفهوم السائد عند الناس الآن أن يذهب إلى الشرطة مباشرة؟ لا، هذا عندك إشكالية في الذهاب إلى الشرطة. طبعا الآن المطالبة بحق الخاص يذهب إلى المحاكم، ويجب على رجال الشرطة ورجال يفهمون الشخص المدعي بالحق الخاص بأنه الجهة المسؤولة. ممتاز. عن الشيء هذا المحاكم. إحنا إلى الآن نصل في هذه المشكلة إلى النقطة، ومن ثم تطول عملية وصوله إلى حقه. فأقرب طريق يذهب إلى المحاكم، طبعا المكان لابد يكون مكان المدعي عليه. أيوة. هو وهذا ما نص عليه النظام. طيب خليني أخو سامي من جدة. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا سامي. تفضل يا غالي. سؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، الله يحييك، تفضل. أشكرك وأشكر ضيفك الكريم على هذا البرنامج. يا مرحبا. بص لضيفك الكريم على الدعوة العامة. أيوة. طبعا من الادعاء العام عندما يقدم متهم في قضية معينة أمام المحاكم الشرعية. أيوة. ويقضي القاضي في تهمة المتهم وفي قضية المتهم. أيوة. باستناد إلى النصوص الشرعية، بعد ذلك ينقض الادعاء العام على القاضي أو ما يقبل القضية، ما يقبل حكم القاضي في هذا المتهم. فجواب الأستاذ الكريم على السؤال. طيب أنت كذا بتسحبنا إلى محور آخر، وأبشر نجيبك من خلال كلام الضيف. خلينا نتكلم في سير الدعوة. هو الآن كان عندي إشكالية، لما يحكم القاضي المدعي العام كيف يستطيع، ليش ينقض هذا الحكم؟ خلينا نبدأ بالدعوة الجنائية مرحلة مرحلة بعد حصول الجريمة. طيب ممتاز. إذا بعد حصول الجريمة نجي لمرحلة اسمها مرحلة الاستدلال. ممتاز. وهذه مرحلة مهمة جدا، جمع الأدلة. جمع الأدلة جيد. وهذه معني بها رجل الضبط أو رجال الضبط اللي أشارت عليهم المادة 26 من نظام الإجراءات. صحيح. الجزائية، سواء أعضاء هيئة التحقيق، رجال هيئة المبنى المعروف عن المنكر، الضباط في جميع القطاعات العسكرية، المحافظين ورؤساء المراكز. طبعا المادة نص على الأعضاء. طيب. فهؤلاء معنيين في هذه المرحلة بضبط الجريمة وضبط ملابساتها وحفظ مسرح الجريمة من أي عبث وتحريز الأدلة، لأن هذه المرحلة مهمة جدا في كشف غموض الجريمة. صحيح. وطبعا الضبط الجنائي له، رجل الضبط الجنائي له 24 ساعة
في طبعا تختلف لما تكون حاله تربص وغير تربص. ولو دخلنا في المجال نتوسع في المجال. خليني اقف لكن انت تريد ان تشير الى مده التوقيف عند رجل الضبط الجنائي. نعم. وغالبا انه يكون في ضباط الشرطه. نعم. لا يملك الا 24 ساعه. نعم هذا اللي نص عليه. نعم. عندما يقول مثلا راجعنا يوم السبت يوم الاربعاء يوم السبت ربع وخميس وجمعه، هل تعد هذه مخالفه قانونيه؟ نعم النص اللي نص عليه النظام. أيوة. 24 ساعة. أها. ومن ثم يعني يحال على طول إلى المحقق أو هيئة التحقيق. ممتاز. وهيئة التحقيق المحقق له 4 أيام خلالها يتم التحقيق مع المتهم ومن ثم إحالة أو يطلب المدد من رئيس الفرع على أن لا تصل في مجمل المدد على 35 يوم من رئيس الفرع. أيوة. في مجملها كلها تطلع 40 يوم. ممتاز. بعده يستطيعون أن يطلبون تمديد المدد من رئيس من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. إلى كم؟ إلى 6 شهور. طيب. على أن لا تزيد كل المدد في مجملها عن 6 شهور. مه. بعدها لابد أن يحكم عليه خلال هذه المدة. مه. وتحسب هذه المدة من ضمن العقوبة أو يخرج بالكفالة حتى تنتهي. طيب. المدد في مرحلة التحقيق الجنائي بعد أن انهينا مرحلة الاستدلال. مه. وانتهت بمحضر الاستدلال. ممتاز. تنتقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. أيوة. المحقق في هذه المرحلة يبدأ طبعا المحقق خاصة في الجرائم الكبرى يباشر في مرحلة الاستدلال أيضا. صحيح. ويبقى خاصة لما تكون جرائم كبيرة. جرائم قتل ومنها. جرائم قتل وغيرها. طيب. المحقق في هذه المرحلة يحقق مع المتهم ويواجهه بالأدلة وبالبراهين وبملابسات ما حصل في الجريمة حتى يصل إلى قناعة معينة ومن ثم يرفع. طبعا له أيضا طريقة حفظ الدعوة والأوراق وهذه طبعا نص عليها النظام ووضحها النظام وهو يوصي والأمر يأتي من رئيس الفرع. بالنسبة أستاذ عبد الله عندما نتحدث عن الدعوة الجنائية هل تبدأ من مرحلة الاستدلال أو أن تبدأ في المرحلة هذه اللي أنت تتكلم عنها؟ نعم تبدأ في مرحلة الجنائية. نعم تبدأ في مرحلة التحقيق. إذا هذا هو ما يسمى بتحريك الدعوة الجنائية. تحريك الدعوة الجنائية. نعم. أيوة. خلال هذه المرحلة تنتهي لما ينتهي من التحقيق ويصل قناعة معينة. أه. يرفع إلى الادعاء والادعاء يطالب بالعقوبة معينة بناء على الجرم اللي قام به المتهم وتدخل حيز المحكمة بلائحة الدعوة. ممتاز. لائحة الدعوة هذه يكون فيها طلب الحكم من قبل هيئة التحقيق. ممتاز. طبعا هذه يستنير فيها القاضي ولكن يدخل لما تدخل حيز المحكمة يكون الحكم والقرار كله للقاضي والقاضي قد يستفيد من هذه التحقيق السابق. طبعا الآن ولله الحمد بعد ما طلعت عندنا الأنظمة ذي نظام الإجراءات وهيئة التحقيق والادعاء بذلوا جهد في أن الجريمة لا تصل للمحكمة إلا وهي أخذت حقها من الفحص ومن التحقيق ومن التفتيش ومن الإجراءات. طيب. التي تسبق الحكم. نأتي بعدها إلى مرحلة تسمح لي فقط قبل أن ننتقل من هذه المرحلة. هنا إشكالية لا بد أن نوضحها، يعني واضح في الواقع العملي من معايشة بعض الضباط بعض أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في عندنا إشكاليتان. الإشكالية الأولى إن في فهم خاطئ لطبيعة العلاقة بين المحقق وبين رجل الضبط الجنائي. يعني لما يكون شخص مع كل الاحترام برتبة عقيد مثلا، إيش علاقته بالمحقق حتى ولو كان مبتدئ؟ أيهما يتبع للآخر؟ أيهما يشرف على الآخر من أجل أن العلاقة تكون تكاملية؟ طبعا العلاقة لابد تكون تكاملية مهما كان، لكن في تصادم يفترض يعني ما يكون تصادم. يعني أنا كضابط لا أقبل مثلا كمثال لا أقبل أن المحقق يوجهني، وأنا كمحقق أيضا لا أقبل بعض التوجيهات من الضابط. لا بد المحقق هو المعني. أه. المحقق هو المعني وهيئة التحقيق هي المعنية وهيئة التحقيق هما لهم الدور صراحة. أيوة. في الدعوة لا بد يعطون حق رجل الضبط الجنائي هو مساعد لهم وعنده زي ما قلنا مرحلة الاستدلال. ممتاز. فلا أتوقع يكون في تعارض، بالعكس بل يجب يكون في تكامل. ممتاز. لأن إحنا ذكرنا مرحلة الاستدلال مهمة لكشف غموض الجريمة مهمة جدا. في بعض أعمال التحقيق لو تلاحظ خاصة في أعمال التفتيش وما التفتيش لا يستغني المحقق عن رجل الضبط الجنائي. نعم 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 طبعا الأمر كله دائما يكون بيد المحقق. ممتاز. إلا في جرائم المتلبس فيها قد يعطى رجل الضبط تفتيش وإجراءات معينة. خلينا نبين حقوق الناس في هذه المرحلة. لو وقع الضابط في بعض الأخطاء والبشر يخطئ تفتيش بطريقة خاطئة دخول في وقت غير مناسب، لو وقع المحقق في خطأ. أيوة. نعم. إيش المعمول بهنا؟ نعم المعمول في عندنا طبعا ندخل في شيء اسمه البطران. أيوة. في الإجراءات، والبطران في الإجراءات قد يكون بطران مطلق وقد يكون بطران يمكن تصحيحه اللي نسميه بطران نسبي. ممتاز. البطران المطلق طبعا هذا خاصة لما يكون مخالف أو منصوص عليه في النظام. أيوة. فهذا يعتبر بطران للدعوة ويجب وقد يصل لما تكون الدعوة بدون وجهة أو الدعوة مثلا خارج عن إطار الشريعة وحيلة إلى غير متخصص أو غير متخصص أو فهنا بطران
قد يصل إلى البطلان المطلق. هنا لا يصح أبدا. نعم، لكن لما يكون يمكن تصحيحه بالعكس، يمكن تصحيحه ومن ثم تأخذ الدعوة سيرة. طيب. والأنظمة والإجراءات هذه لماذا وضعت؟ لحفظ حقوق وضمانات المتهم وحفظ ضمانات رجال العدل كلهم. طيب. مهما كان. بالنسبة للبطلان النسبي عفوا، هل يستطيع صاحب الحق المتهم أن يتنازل عنه؟ يمكن تصحيحه. يمكن تصحيحه مهما كان. لما يكون يمكن تصحيحه معناته الدعوة تأخذ سيرة. ممتاز. يصحح ومن ثم الدعوة تأخذ سيرة. طيب. تسمح لي بس وليد من الرياض، السلام عليكم. تفضل يا وليد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسعدك جميعا ويرحب فيك. الله يحييك يا مرحبا. الله يبارك فيك. انا عندي استفسار الله يحفظك بالنسبه لخط السير بعض القضايا. ايوه. نجد ان بعض القضايا تاخذ حكم وبعض القضايا الاخرى تاخذ حكم ثاني، هل هذا يدخل في الاحكام البديله او انه قصور في بعض الاجراءات الضبط او كذا؟ وليد كان عندك اشكاليه في تفاوت بعض الاحكام كذا؟ نعم، نجد واحد مثلا اجرم جرم معين ونجد شخص اخر نفس الجرم، فنجد هذا حكم عليه بحكم معين والاخر حكم يختلف عنه. طيب ابشر، نجيبك مباشره ان بننتقل لمرحله المحاكمه. في متصل اخر محمد بن شرور، السلام عليكم. السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل. الله يطول عمرك. اقول لك يا اخي، في قضيه عندنا حصلت، ولد ضرب له ولد ثاني. الولد الثاني هذا حصل فيه اصابه في راسه. ايوه. دخل مستشفى، الولد اللي ضرب هذا شالوه ودخلوه الحداد. طيب. أنت معي؟ معك. في الأحداث من شهر 7 إلى حد الآن. طيب. الولد المضروب سلم طبعاً، جاء تقرير حقي يمكن شهر وسلم. هو ما رجع الشرطة ولا رجع المستشفى. علشان يرسلون تقرير ثاني للدوية تنتهي. أيوة. ويطلع الولد الإحداث هذا ما راجع أصلا، رفض أن يجي راجع المستشفى أو راجع الشرطة على تمرير الدوية، رفض أن يجي. الحق هو الشرطة يعني ما أخذوا جاري. أستاذ محمد، أستاذ عبد الله كان يريد وجه لك السؤال، من هو اللي لم يراجع؟ اللي ولد المضوب. طيب. أسمعت. أيوة. والد هو ما راجع الشرطة. طيب. الولد الضارب هذا يتيم، جالس في الأحداث من شهر 7 إلى حد الآن. أيوة. يعني إشكاليتك في مدة التوقيف في الأحداث، لماذا هذه المدة؟ أيوة. ولا اتخذ الشرطة إجراء في الشخص هذا اللي ولده مضروب إنه يحضر أو حضر الشرطة علشان تأخذ إجراء يطلعوا الولد الثاني، لأن هذاك يتيم ما حد راجع فيها. طيب حبيبنا، حقق في القضية وحكم فيها ولا لا؟ صدر فيها حكم قضائي القضية؟ أيوة. طيب. صدر فيها حكم؟ كم الحكم القضائي؟ صدر لا ما صدر فيها حكم، لا حتى ما صدر فيها حكم. طيب. هو اصلا ما راجع المستشفى ولا راجع الشرطه، رفض يجي. خلاص ابشر. سؤال اخر يا وليد. شكرا لك. شكرا لك. ابو علي من جيزان، تفضل. تفضل ابو علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ حياك الله. لو سمحت تستفسر عن موضوع القضايا الجنائية، هي المضاربات من مضاربات. ايوه. ايش فيها؟ عندي في مضاربة حصلت، يعني موضوع مضاربة حصلت مع ناس، ف شو اسمه ابو علي قريب طب من المستشفى، دخل على جاني من المستشفى بهروب من القطارة. ابو علي انا ما اسمع. ابو علي حبيبي، ابو علي بحجة انه ابو علي ما عنده قضيه ولا شيء. عزيزي عتس اسمع كويس. انا بخليه بس الموبايل قصر في التلفزيون. ابو علي عساس تسمعني وانا اسمعك يا اخي، قصر في التلفزيون بس، قصر في التلفزيون. تفضل يا ابو علي. اقول لك ايوه، قضيه مضاربه. طيب. حصلت مضاربه ونقلوا الى المستشفى، مضاربه جماعيه لي. ايوه. بعدين خلال الخطارة وهم مقيمين في المستشفى، أحد الجنان سحب نفسه من المستشفى بطريقة الطرور يعني. طيب. أخر من الخطارة وطلع. بعدين حصلت له مضاربة مع ناس آخرين نفس اليوم أو يوم ثاني، ونقل إلى مستشفى آخر. فبعد التحقيق وراح وجاي طلع التقرير حق المستشفى الأول. أيوه. على أنها جروح مدري إيش بسيطة. طيب. والتقرير حق المستشفى الثاني على انها اصابات بليغه وجروحها تصل يعني اكبر من الاولى. اوكي. طيب.
لما استوصل المحكمة وجدنا عن أنه التقرير الأول حق المستشفى الأول غير موجود. أيوة. هنا التقرير الثاني مسحوب. في سؤال؟ طيب القاضي ما رضي أنه يسمع منا أنه حصلت مضاربة وذاكرة المستشفى ذاكرة الأول الحالة دي وأن هذا التقرير وعطينا صورة منه رضى ما ينظر فيها. طيب خلينا بس نشوف الدكتور أنا شيء. أنا أبغى يحدد من هو الآن هو يتكلم عن الجاني اللي هرب. أي. دخل في مضاربة. نعم. وأخذ تقرير طبي ثم هرب وضارب في مضاربة أخرى. التقرير الطبي. نفسه. أي التقرير الطبي كان أبلغ الثاني. نعم. يقول القاضي لماذا أهمل التقرير الأول؟ كذا يا أبو علي؟ القاضي ما وصل أصلاً. أبشر. الصوت ما هو واضح. طيب تسمع إن شاء الله إجابة الدكتور. معنا من خميس مشيط مين؟ محمد فضل. تفضل يا محمد. وكرما تختصر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم يا أخ معمر. وإياك يا رب. في حبيبي بالنسبة للشقق أو إذا استأجر إنسان واختفى بمفتاح الشقة أو البيت وجاي يشتكي الإنسان على المحكمة تقدم على المحكمة. طيب. المحكمة تقول ما نقدر نفتح الشقة هذه إلا بعد ما ترتفع المعاملة إلى الرياض ويجي الأمر من الرياض بفتح الشقة اللجنة ويفتح الشقة هذه بعد شهور. طيب. فيضيع حق الآدمي هذا المؤجر يضيع حقه. صحيح. طيب تسمع إن شاء الله إجابة ضيفنا. شكرا لك أستاذي الغالي وأقف سريعا مع نعم ودنا نبدأ بوليد تفاوت الأحكام. أيوة وليد أشار قضية مهمة جدا وإشكالية مهمة جدا ولكن أحب أن أوضح للمشاهدين والمشاهدات تفاوت الأحكام في التعزير والتعزير للقاضي أو لولي الأمر سلطة مطلقة في صحيح ذلك. طبعا هو يناظر للجريمة الجاني نفسه. أيوة. صغر سنة مثلا إذا كان حدث إذا كان متكرر من الجريمة الظروف تختلف صحيح. طيب. لابد أيضا يختلف. فالتعزير مجالها واسع تبدأ من التوبيخ وتصل إلى القتل يعني ما في إشكالية في التفاوت. طبعا التفاوت لما تكون الظروف نفسها. أيوة. هنا في إشكالية لكن لما تكون مختلفة الظروف والجاني وتكرر الجريمة فالقاضي هو من له السلطة في إيقاع العقوبة المناسبة للفعل. طيب محمد من شرورة تشكل 7 أشهر في الأحداث. صراحة أنا ما أدري لابد نعرف لماذا 7 أشهر. طبعا هذا مخالف للنظام وجود 7 أشهر من النظام نص زي ما ذكرنا مو 7 أشهر شهر 7 و8 و9 و10 يعني 4 أشهر. 4 أشهر أليست في المدة القانونية؟ طيب أنا ودي أسأله من باشر القضية هل حقك معها؟ أيوة. لماذا جلس؟ طبعا هو يقول أن الضارب الآن أن والد المضروب لم يراجع. والد المضروب هو صاحب الحق. أيوة. لماذا ما راجع؟ صح. لماذا ما طالب بحق؟ طبعا الآن الفاعل أو اللي هو ينتدى الفاعل اللي جلس سبعة أو 4 شهور. أيوة. لماذا جلس المدة هذه في الأحداث؟ طبعا أنا ما أتوقع أن لا هو لازال في المدة القانونية هي 4 أشهر. جت مدة معينة على أساس أنه ما راجع. أستاذ عبد الله انتشرت إلى قضية مهمة والده ما راجع يعني الحق الخاص غير مطالب به هل يسقط الحق العام؟ لا ما يسقط أو تستمر فيها لا الحق العام هو له الأساس. الحق العام هو الضروري والحق الخاص أيضا له لكن يجب أن يعرف أنه يطالب بحق الخاص. أيوة. لدى جهات المحاكم تقاضي. ويطالب نعم جهات التقاضي لكن المدة هذه طبعا أكيد إذا كان أخذ مدد زي ما ذكرنا في النظام وعن طريق هيئة التحقيق ومدد رسمية فهذا نظامي يعني معناته ما في إشكال. ممتاز يعني ما في إشكال معناته أن الحل عنده الإشكال لأنه كان يربط بين الحق الخاص والحق العام إذا ما طالت حقك الخاص الحق العام مستمر. الحق العام يستمر. ممتاز. والآن القضاء والقضاء يعطونه الأولوية الحق العام. ممتاز. ويتركون حتى يتم الحكم في الحق العام ثم يعطونه الفرصة بمطالبة بحقه الخاص. أيوة. فأنا أستغرب من والد المضروب أنه لم يراجع كل هذه المدة لماذا وهو صاحب حق. طبعا حيثياته وتفصيلها بيكون عند جهة هيئة التحقيق. طبعا يجب أنها ما تأخذ المدة هذه ويجب خاصة الأحداث مهم جدا إنها إجراءاتها. خليني أنطلق من تساؤلك الجميل هذا يفهم من كلامك أن تحريك الدعوة الجنائية ليس خاص بهيئة التحقيق والإدعاء العام بل نعم. الشخص يستطيع الحق مجني عليه. نعم الحق الخاص لا بد يكون في الشكوى. أها. والشكوى تختلف عن البلاغ فلا بد أن صاحب الحق الخاص يشتكي وزي ما ذكرت في البداية. طيب. لدى المحاكم يذهب إلى إدارة في المحاكم إدارة صاحب الدعوة من ثم يقدم دعواه والمطالبة بحقه الخاص. بالنسبة لما حصل من إجراءات
إذا كان فيه هنا إجراءات خطأ، لماذا خلال المدة ذي 4 شهور الحدث ما حقق معه أو ما أحيل للمحكمة أو ما حكم خلال المدة هذه؟ فهذه طبعا ملابساتها أو من يهتم فيها هم أعضاء هيئة التحقيق والإدارة. طيب. أبو علي من جيزان كأنه مستشكل يقول أنه القضية لما عرضت على القاضي مسحوا منها التقرير الطبي الأول. نعم أنا أبو علي بصراحة ودي أنه يتصل لو يتصل فيه شخصي صراحة، لأنه طول في الموضوع ولا فهمنا صراحة، والاتصال ما كان جيد، فقضيتين وشخص هرب ومن ثم يطالب، وأنا ما فهمت منه الآن المقصود في 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 يقول جاني هرب، لماذا هرب؟ طيب استاذ عبد الله، عندما تسحب بعض الاوراق الرسميه من بعض المعاملات بناء على واسطه ولد فلان، احنا ما نقدر الصراحه زي قضيه، هل يمكن يجرم هذا الفعل زي قضيه ابو علي؟ لابد ان نفهم القضيه. لا انا اسال سؤال عام، بعض المعاملات الرسميه تسحب منها الاوراق بناء على معرفه سين من الناس، هل جرم النظام السعودي هذه الجريمه؟ نعم هذه جريمه، جريمه الواسطه، جريمه جريمه مجرمه، هذا اخلال في في الاوراق الرسميه، وطبعا الجريمه يجب ان يحاسب من قام بالفعل هذا اذا ثبت عليه الفعل. استاذ انت وصلت الى مرحله المحاكمه الان؟ لا ودنا ايضا المستاجر من أيوة طيب. فتح مجال طيب. صراحه طويل جدا أيوة. وندخل في اشكاليه الاجار الان والمطالبات، لكن اللي اعرفه انه يجب ان يذهب الى امير المنطقه في 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 ويشتكي عنده. ايوه وامير المنطقه هو المعني او في في تشكيل لجنه لفتح هذه الشقه ومن ثم تسليمها لصاحبها وانهائها. طبعا هل هو موجود او اخذ الشقه واخذ انا ودي انه يوضح لي الشخص نفسه لماذا صحيح. ترك الشقه وغادر. طبعا فتح يكون من نفس المنطقة. أستاذ عبد الله تتوقع أن قاضي التنفيذ سيحل مثل هذه الإشكاليات؟ نعم. لأن الآن خلاص قاضي التنفيذ الآن الحمد لله يعني صار له الدور الكبير في متابعة هذه القضايا. طبعا لماذا وجد قاضي التنفيذ لحل هذه الإشكاليات؟ نعم. الآن أحكام قد تصل بعضها لا تنفذ أو قد تأخذ وقت في التنفيذ أو قد يحصل فيها تأخير، فقاضي التنفيذ الآن معني في كل هذه الأمور، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنها تنتهي كل هالمشاكل. طيب. في وجود القضاة التنفيذ عندما ننتهي من تحريك الدعوة الجنائية في التحقيق الجنائي ثم نقيم الدعوة أمام المحاكمة، سير الدعوة في هذه المرحلة كيف يكون؟ بالنسبة للدعوة الجنائية العامة نعم، بالنسبة احنا وصلنا إلى أن وصلناها إلى المحكمة بلائحة الدعوة. أيوة. طبعا القاضي يواجه المتهم بكل الأدلة والبراهين، وسواء كان عنده بينات أو شهود أو إذا اعترف، ومن ثم نصل إلى قناعة معينة نصل القاضي ومن ثم يصدر عليه الحكم. جيد. خلال هذه المرحلة مرحلة الحكم يحق لها الاعتراض خلال المدة المحددة اللي حددها النظام بثلاثين يوما من استلام صورة الصك. والاستلام يكون خلال كم؟ الاستلام يكون خلال 10 أيام من صدور الحكم. من صدور طبعا هو إذا استلمه مباشرة بها ونعمة تبدأ الشهر، تبدأ الشهر 30 يوم 30. لكن لو تأخر في الاستلام له 10 أيام، ومن ثم إذا لم يحضر خلال 10 أيام يودع في ملف القضية، ومن ثم يحسب من لحظة إيداعه في ملف القضية 30 يوم. أيوة. أخرى إذا لم يعترض خلال هذه المدة 30 يوم فمعناته سقط حقه في الاعتراض على الحكم، وأصبح الحكم يأخذ وإن كان يرفع إلى مرحلة نصل لمرحلة الاستئناف. طبعا الحاجة اللي أبغى أشير لها وهذه حاجة جديدة عندنا في النظام الآن، أصبح عندنا التقاضي على درجتين، محاكم الدرجة الأولى وهي لو فصلناها المحكمة العامة والجزائية والمحكمة الأعمال والتجير والأحوال الشخصية. أيوة. ومن ثم نصل لمرحلة التحاكم على الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف. إيش الفرق بينه وبين الأولى؟ طبعا الآن هي تقريبا ما زالت تأخذ عمل التمييز صحيح. صراحة صحيح. ما زالت تأخذ عمل التمييز وتميز الأحكام، لكن في القضايا الكبيرة وفي القضايا اللي تصل إلى القتل والقطع لابد أنهم أيضا يصلون إلى مرحلة تقاضي الدرجة الثانية، بمعنى يحضر الخصوم أمام قاضي الاستئناف، يحضر ومن ثم أيوة. طبعا هذا ضمانات للمتهم. أيوة. وهذه تعطي عدالة أكثر للمتهم، وهذه من الأنظمة الجديدة اللي صدر فيها نظام القضاء الجديد. طيب أستاذ عبد الله، بعدها نصل لمرحلة التنفيذ، ومرحلة التنفيذ معني فيها سواء طبعا العقوبات عندنا تصل إلى كثيرة، لكن يبغى أضيف حاجة جديدة أنه الآن وكأن صار السجن عندنا هو العقوبة الأصلية. أيوة. أنت كانت تريد العقوبات البديلة، وهذه إشكالية. أي نعم. صحيح. يجب أنه السجون عرفت ونتج عنها مشاكل كثيرة صراحة وفيها بعض السلبيات وأعداد كبيرة، لكن العقوبات البديلة نتجت عن مؤتمر جميل صراحة عقدته وزارة العدل، وأصبح الآن وأعلنوا عنه قريبا إن شاء الله أنه مع بداية العام ومهتمين بهذا الملف باهتمام كبير فهو صراحة. ممتاز، لكن يجب أن نحدده لفئة عمرية معينة كالأحداث صحيح. فئة النساء مثلا لجرائم خفيفة، طبيعة الجرائم نعم طبيعة الجرائم خفيفة وبسيطة. طيب عندي تساؤلات في العقوبات البديلة بس تسمح لي على اسم نطول على الاتصالات. نعم. معنا مسفر من خميس مشيق برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معذرة الحبيب طولت عليك شوي. لا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الحبيب. تفضل. لا في لا صلى عليك العادي كفاك الله يحفظك. الله يحييك تفضل. عندنا سؤال الله يحفظه وجهك. إيه تفضل. عندنا الحبيب الله يحفظك أحد الأبناء صار عنده مضاربة مع أحد الإخوان. طبعاً اتصل عليه وتوعد معه في مكان معين. طيب. طبعاً ما خلنا يبنى عندنا عمره 20 والرجل مضروب عمره تقريباً 40 سنة ما الخبر السن هذا ما عاد هذا الرجل. طيب. توعد في مكان معين فما كان من الأخ غير السعودي هذا أنا خطأ من جواز من ابننا وهرب. فقبضوا على الإخوان بالقبض على الشاب هذا. يا أبو. على الدورية في ليت الدورية وقبضوا عليهم جميعا. أيوه طيب. طيب. عدم بارك الله فيك لما أخذوه من التوقيت أعطي السؤال المباشر المضاربة أيوة ولم يتمثل تذكر حاجة الجوال المبارك أنه أخذ معه من مكان هذا المكان طيب وكان الدعاء العام بإثبات كلية الضرب والسرقة بي أنه هو يعني أنه غبوه ما تكلموا بها ولا جابوا الموضوع عن السلام أخوي مسفر اللي سرق جوال ولدك نعم من اللي سرقه اللي فرق هذا الأخ اللي كان مساعد معاي بالله مكان يعني بيضارب وبيسرق نعم يعني في وقت المضاربة كان في جريمة سرقة اي نعم أخذ الجوال منه وهرب بالجوال هذا طيب والسؤال هنا السؤال هو إذا ما ضحوا يتدعى العام أرسل المضاربة وأنكروا السرقة طيب خلينا نسمع الضيف في شيء في اي نعم الآن ابنك اللي الشخص توعد هو ابنك وسرق الجوال من ابنك في خلال المضاربة. نعم. سرق الجوال وهرب. نعم. سرق الجوال وهرب. وجابوا اثنين من المواطنين بالقبض على الشاب هذا. نعم. هل لما حالوهم للتحقيق أتت الدعاء العام للمضاربة ولم يثبت السرقة على الشاب هذا. طبعا أنا. وهو الآن موقف له خمسة أيام توقيفهم ما خرجوه الآن. هل غير السعودية بنقوم الكفاءة. سؤال هل في بينة مثلا على السرقة؟ هل شهود؟ هل في؟ نعم في بينة في شهود موجودين. لكن لما ذهب للقسم القاضي المحقق ما أخذ شهادتهم ما أخذها يعني. المحقق اللي في هيئة التحقيق ما أخذ شهادتهم. أي نعم. طلبتهم بالشهود وأحضرتوهم؟ أي نعم طلبنا بهم لكن ما أحضرناهم. عموماً الشهود. لأن ما نعرفهم كانوا موجودين بس لم ذهبوا من. عموماً الشهود تقدر تطالب فيهم عند القاضي. محاكمة صح. في المحكمة. أي نعم. حتى لو لم يسمع. لكن هذه يحق لهم الآن توقيف الورد أكثر من خمس أيام عندهم في التوقيف عندهم الآن. ياخذ التوقيف إحنا ذكرنا المدة ووضحناها. طبعاً لهم الصلاحيات ذكرنا حتى رئيس الدائرة يصل إلى 35 يوم. فما دام خلال المدة المسموح فيها فهم لهم الحق في طلب المدة المعينة حتى يصلون إلى قناعة معينة طيب. فأنا سؤالي لك الآن عند القاضي راحت القضية الآن قضية أموحة القضاء عموما تستطيع أن تطالب بالسرقة والشهود عند القاضي إن شاء الله بإذن الله طيب شكرا يا مسفر شكرا لك معنا خالد من المدينة تفضل يا خالد السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الفاضل عندي استفسارين فقط. إيه تفضل. نص النظام على ما أعتقد ينص على مباشرة هيئة التحقيق جميع القضايا. أيوة. هي. طيب. ولا زالت بعض القضايا مفصولة بعضها عند رجال الضبط الجنائي وبعضها تباشر من قبل هيئة التحقيق. هي مخالفة للنظام ومن المسؤول عن ذلك. هيئة التحقيق ولا قصدك تباشر عند هيئة الرقابة والتحقيق؟ لا هيئة التحقيق. هي مختصة. طيب السؤال الثاني ايوه نفس نظام الاجراءات على مباشره رجال الضبط في أيوه؟ جميع القطاعات ما هي طريقه تحريك الدعوه من قبلهم هم لا يحركون طيب ابشر تسمع ان شاء الله ضيفنا معيض بس خففوا لي اتصالات شوي تفضل ابشر تفضل يا معيض تفضل معيض الو ايوه تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا جماعه يا شباب احبتي المشاهدين قصروا في التلفزيون خلال الاتصال مقاول ايوه طيب اذا قصرت عاود الاتصال استاذي العزيز نعم. انت خلال اجابتك اشرت الى قضيه مهمه انه يمكن يستخدم شهود اثناء المحاكمه نعم. انا ابغى اسال سؤال لغير المتخصص هل القاضي ملزم بما يصل اليه المحقق من اجراءات من توصيف للتهمه ولا ممكن يغير لا ابدا ايوه ممكن يغير وله الان امام القاضي المطالبه بكل حقوقه ممتاز ويستطيع ان يطالب بشهوده ومن ثم زي ما ذكرنا لائحه الدعوه هي تدخل القضيه حيز المحكمه لكن القاضي هو المحقق وهو الذي له الدور الكبير في القضيه فيستطيع ان يطالب بينته بشهوده امام القاضي
لأن الناس يستشكلون القضية، يقول لك في هيئة التحقيق والادعاء طلعوا من قالوا ما عنده شيء، ما عنده مشكلة، أو وصفه مثلا توصيف معين، ثم جاء القاضي شدد العقوبة أو خففها. أنا أستغرب من المحقق لماذا لم يأخذ أو يسمع الشهود، ولكن قد يكون لحيثياته، ولن نخوض في هذا الجانب، لكن أنه لابد أنه أيضا يسأل، وما دام عنده بينة، هذه البينة مهمة ممتاز. جدا الشهود من البينة الرئيسيين. طيب المادة الأولى في نظام هيئة التحقيق، وهذا سؤال الظاهر خالد، تنص على أن هيئة التحقيق تختص بجميع الجرائم، بعض الجرائم لا زالت خارجها. نعم طبعا يجب أن يباشر المحقق الجرائم، خاصة لما قلنا احنا الجرائم الكبيرة. طيب لكن بعض الجرائم يستطيع أن يديرها رجل الضبط الجنائي، ومن ثم يحيلها لهم أصلا، هو لها مدة 24 ساعة. أيوة. يباشر ويرفع القضية في محضر ضبط الاستدلال، ومن ثم تصل إلى المحقق أصلا. لكن لما تكون قضية كبيرة ولا سمح الله زي ما ذكرت قتل وغيره، فلا بد أن المحقق يباشر، لأن مسرح الجريمة مهم للمحقق لكشف غموض الموضوع. طيب وجود بعض الجرائم في هيئة الرقابة والتحقيق في بعض الأجزاء، طبعا هنا نروح للقضاء الثاني الإداري، وهذا ونروح لديوان المظالم، وهذا خارج كل ما يخص حلقتنا. طب إذا طبيعي أنه يكون هناك جرائم كالجرائم مثلا الإدارية ومخالفات الإدارية، طبعا طبيعي أن تختص بجهات أخرى. نعم هيئة التحقيق والرقابة الآن، نعم هيئة الرقابة والتحقيق المعنية بذلك، لكن إحنا نتكلم عن هيئة التحقيق والادعاء العام المعنية بجرائم الجنائية كلها، بجرائم الدعوة العامة. طبعا هو يقول أن رجال الضبط يباشرون. أيوة. فصحيح رجل الضبط لا بد يباشر في مرحلة الاستدلال، لكنه في آخر السؤال يقول رجال الضبط يحركون، وكأن سأل عن منهم رجال الضبط، حيله إلى المادة 26 وضحت رجال الضبط بالضبط منهم. حبيبنا رجال الضبط الجنائي هل يحق لهم أن يحركون الدعوة الجنائية ابتداء، ولا يكون توجيه من المحقق؟ لا من المحقق. أيوة. المحقق، وزي ما ذكرنا احنا قلنا في التحقيق هنا تبدأ الدعوة. ممتاز. من المحقق نفسه. ممتاز. رجل الضبط ما عنده لمرحلة الاستدلال لضبط حيثيات الجريمة في مرحلة في هذه المرحلة فقط. إذن المحقق يحرك دعوة، المجني عليه يحرك دعوة، القاضي هل يستطيع أن يحرك دعوة أو فقط ينظر في الدعوة الموجودة؟ القاضي طبعا يحرك دعوة لما تكون القضية في داخل المحكمة نفسها، جرائم الجلسات. جرائم الجلسات. هنا تختص بالقاضي عندما يستجد له أشخاص آخرون في القضية. طبعا يضيفهم القاضي زي ما قلنا، هو اللي له الدور الكبير في القضية. ومرحلة القاضي تعتبر مرحلة تحقيق، تأخذ حقها من التحقيق الكامل، مواجهة المتهم بالأدلة، سماع الشهود، حتى يصل القاضي إلى قناعة معينة ومن ثم يصل إلى حكمه. طيب في القضايا البديلة انتشرت لأنها يعني يفترض أن نلجأ إليها، وهذا توجه وزارة وتوجه جيد، وأنا أؤيده بكل، خاصة الفئة العمرية زي ما ذكرت، الأحداث، النساء، نعالج سلبيات السجن. نعالج سلبيات السجن. أيوة. ونخفف. لكن هل نحن مؤهلون لتطبيق العقوبات البديلة؟ أنا حضرت المؤتمر صراحة اللي أقامته وزارة العدل، وكان مؤتمر جيد، ويجب أن نأخذ الأمور حتى بالتدرج. صحيح. يعني يجب أنه نحدد أول شيء جرائم خفيفة وتدرج حتى نصل إلى مرحلة معينة نسير. طبعا هذا معمول فيه في كل أكثر دول العالم اللي هي العقوبات البديلة ولتخفيف سلبيات السجن الكثيرة. هل ترى وممكن تخالف أن هذه العقوبات البديلة يفترض أنها تقنن؟ يعني ما يجي قاضي يحكم بعقوبة بديلة غريبة جدا. لا طبعا. وأيضا تلزم الجهات الحكومية بالتعاون مع المحاكم، ويجب أن يكون له نظام يضبطه وله إطار معين، ولا يطلق على إطلاقه، بل يحدد في نظام معين، وأنا متأكد أنه متى ما عمل به راح يأخذ له نظام معين يوضح الأمور. طيب أستاذ عبد الله، قبل أخرج من الدعوة الجنائية العامة وطريقة سيرها، في إضافة؟ لا ما في إضافة، بس أنه بندخل في الدعوة الخاصة. طيب تفضل. بالنسبة للدعوة الخاصة وهذه مهمة جدا، وزي ما ذكرنا أنه مكان إقامة هذه الدعوة هي عبارة عن المحاكم المختصة. طبعا المدعي يذهب إلى المكان أو المحكمة القريبة من مكان المدعى عليه، ومن ثم يحرك الدعوة زي ما قلنا بصحيفة الدعوة بنفس المحكمة، تأخذ مجراها للحالات، تعطى موعد محدد، تذهب إلى مكتب القاضي، ومن ثم يحدد له الجلسة، يحضر المدعي عليه، وندخل في عملية إحضار إدارة تحضير الخصوم. طبعا المدعي قد يحضر أو يصل ورقة التبليغ إلى المدعي عليه. أنت كان عندك ملاحظات في صحائف الدعوة؟ أيوة. أو في التحضير قبلها؟ نعم طبعا. بالنسبة لإدارة صحائف الدعوة، أيوة. إدارة تحضير الخصوم، هذه الإدارتين مهمة جدا. صحيح. ولها دور كبير، ولها بداية دور الطريق. نعم بداية الطريق، وأنا أتمنى صراحة أنهم الأخوان اللي يعملون في الإدارات دي يعطون فرص من التدريب، يعطون فرص من أيضا، ولا يمنع أنهم يعطون حقهم صراحة من العمل، حقهم من المزايا المالية إلى آخره.
بالنسبة لتحقيق صحيح الدعوة زي ما ذكرنا طبعا تحضير ورقة التبليغ تتم عن طريق المدعي أو عن طريق محضر الخصوم أنفسهم صحيح. يذهبون طبعا يحدد لها الجلسة يحضر المدعى وطبعا حضوره يجب حضور المدعى عليه وعدم حضوره حتى يصل للحرمة والقاضي حق التعزير له إذا لم يكن عنده أي سبب وطبعا لو فصلنا في عملية التحضير ووقته وكيف يتم قد يطول المجال في ذلك لكن يصل المدعى عليه والمدعي إلى القاضي ومن ثم يواجه طبعا البينة على المدعي واليمين على المنكر المدعي يقدم طبعا هو من يبدأ وهو من يقدم الأدلة ومن ثم يسمع رد أو دفع المدعى عليه على هذه البينات ويصل إلى قناعة معينة القاضي ومن ثم يحكم الحق لأحدهما حتى نصل إلى الحكم النهائي بينهم طبعا لها حق الاعتراض ونفس طيب. إجراءات الدعوة الجنائية. أنا في الدقائق الأخيرة كأنك أشرت إلى ضرورة تدريب الموظفين المحضرين التدريب قائم الآن في وزارة العدل موجود أنا عندي اقتراحات صراحة ودي تعطيني فرصة صراحة يعني بالنسبة للمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يجب أن يبدأ من المحاكم نفسها ويكون هناك فيه عملية دراسة للمشاكل لحل هذه المشاكل طيب. بالنسبة للتدريب يجب أن يكون هناك فيه مراكز في وزارة العدل في المدن الكبيرة لتدريب الموظفين والقضاة وأصحاب العدل طيب هم الآن يستفيدون من المراكز الخاصة المراكز الخاصة فيها إشكالية كثيرة إيش الإشكالية؟ من يقوم بالتدريب بعضهم لا يعرف النظام السعودي يحتاجون إلى تدريب بعضهم من ناس من دول أخرى قد يجهلهم الكثير بالنسبة للإضافة الأخيرة اللي أحب أضيفها الوكالات بدي إلغاء صراحة الوكالات وإعطاء المحامين الفرصة طبعا الآن أعرف أنهم ثلاث طبعا أيضا الأقسام النسائية في مخصص صحيفة الدعوة والمزايا اركز على المزايا الماليه للموظفين والله يعطيك استاذ عبد الله في حلقه تقدم لك الله يسلمك ويبارك فيك ويرضى الشكر موصول لكم انتم يا احبائي على طيب متابعتكم لهذه الحلقه التي تحدث فيها ضيفنا الكريم الاستاذ عبد الله بن متعب البرليك المحاضر في العداله الجنائيه عن الدعوه الجزائيه وطرق مباشرتها واجرائها امام الجهات المختصه. التقيكم باذن الله عز وجل الاسبوع القادم للحديث عن المنازعات العقاريه مع سعاده المحامي ماجد الظافري. الى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.